الماسترات والدكتورات وما كاينش اللي كيشتغل قدهم وكنقولها بالفن مليان مع التلاميذ ويسالوا التلاميذ عنا شوفوا شحال كنخدموا مع التلاميذ والارتباط ديالنا معاهم والدفاع ديالنا على التعليم ديالهم العمومي قابل الدفاع ديالنا على الوظيفه العموميه باعتباره حتى هو راه غيكون موظف عمومي دونك نسجلوا على المدير الاقليمي هذا التعاطي ديال اليوم كامل والبيان خارج البارح قبل كاع ما يكون توقيع وعطيناه اشاره على اساس ان الاساتذه راه ما يمكنش يتنازلوا على بعضياتهم هذا راه الاستاذ في المجتمع المغربي راه الاستاذ هو اللي كيكرس وكينزل القيم اللي كتحفظ تماسك المجتمع المغربي كيف سنحفظ تماسك مجتمع بدون قيم تضامن الا ما عندكش الا ما نجسدش انا القيمه ديال التضامن مع الاستاذ معايا كيفاش نقريها للتلميذ دونك هاد الناس خصهم يكونوا زعما راه مدراء اقليمي خصهم يكونوا واضحه لهم وفاهمينها دايما الاستاذ ما يمكنش تخلع على الصديق ديالو اللي متوقف اكيد انا توقفت غطلنا كامل ورسلنا ليه ميساج عبر البيان عبر المعلوم الى ودي ان توقيف الاستاذ راه معناه توقيف جميع الاساتذه معناه على الاقل على الاقل يعطل البروسيدور على الاقل
بحال شي شويه نهج الاسلوب ديال التحدي زعما شنو غيخرج منك. اليوم نهار كامل حنا في معتصم ما جاش قالنا السلام عليكم، ما قلناش اودي نوقفوا داك التوقيت بحال المدرب وسد علينا الباب وحنا كنقولوا اودي الا كان شي حوار من قبيل ديال اودي نتراجعوا على التوقيفات سيروا بحالكم ديروا الاشكال النضاليه ديالكم بدون ما بيت كنا غنمشيو بحالنا. ولكن هذا الاستفزاز وهذا العدم شنو زعما هذاك اي استاذ بالتالي راه غنعطيوه الزروطه ويمشي بحالو. هاد التعاطي ما صحيحش، كنقولوا هاد التعاطي ما صحيحش. دونك انا اقترح ان الصباح نتواجدوا هنا، الشروط ديالنا لا تسمح راه انتما كتشوفوا لعيبة الله اللي حنايا راهم جايين يضربونا، حنا هادي الدور ديالنا اللي كاين. دونك نرفعوا المعتصم ما بين الليله وفوق غدا الصباح بلا ما نتسناو الدعوه. راه الاسد عندنا مقفل، راه نستمروا في النظام الصباح نتواجدوا امام المديريه. تحيه للجميع. الساعه الواحد ما كانش تجاوب معنا وغدا حنا كنقولوها ليه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.